أي وقفة رمزية للمطالبة بفتح الحدود البرية الفاصلة بين المغرب والجزائر وبناء الوحدة المغاربية. الحدث الذي أقيم في منطقة بلجراف قرب مدينة السعيدية شارك فيه حوالي 120 شخص. واقفين مع خوتنا هنايا باش المشكل يتحل ديال الحدود بين المغرب والجزائر ورجع المغرب العربي كيف ما كان من قبل، دولة عربية مسلمة وحنا عائلة وحدة الحمد لله. حنا خاوة ودم وأواصر وعندنا دين واحد وما بيناتنا حتى شي خلاف. من جهة الجزائر تحديدا منطقة مرسى بن مهيدي خرج مجموعة من الجزائريين بنفس المطلب. الدعوة إلى هذه الوقفة جاءت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا للأمم الذي تقسم المغاربة حرارة فرحة الفوز مع جيرانهم. هذه مطالبة شعبية ما بين الإخوان الجزائريين والمغربيين والمغاربة اللي كتربطهم صلات تواصل وتاريخ ما بيناتهم منذ القدم وكتربطنا علاقة جغرافية ما بين هذا البلد هذا الجزائر الشقيق. 25 سنة مرت على إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر. شعار خاوة خاوة هيمن على هذه الوقفة والمشاركون يؤكدون أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما.